مرحبا أصدقائي، كيفكن؟ قبل ما نبلش في هذا الفيديو حابب اتشكر شركة ديوان اللي قدمت لي هاي المسابقة الحلوة. حابين تعرفوا شو هي المسابقة؟ كملوا الفيديو مع بعض. يلا أول مرة على قناة اليوتيوب رح ربحكن سيارة لمدة 5 أشهر، وإذا كنت صغير ممكن يربحوها أمك أو أبوك. للفوز بهي المسابقة اتبعوا الخطوات الآتية: أول خطوة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، والخطوة الثانية ابعتوا هذا الفيديو لخمسة من أصدقائكن، ولا تنسوا كمان تكتبوا بالكومنتات الإيميل الخاص فيكن والدولة يلي أنتم مقيمين فيها، ورح يتم سحب المتسابق على حسابي الانستغرام وأعلن عنه. وطبعا لا تنسوا تضغطوا لايك على هذا الفيديو، وهلا منبلش فيه للفيديو. ووو! يلا شو عم تستنوا؟ عبادة قال: اخ ماما بطني كتير عم يوجعني. بس عبادة كان بيقصد: ماما اليوم ما بدي روح المدرسة وبدي اتحجج ببطني. الام ردت: لكن يا بعدي، هي لانك عم تطلع مع رفقاتك بالبرد، ما بقى في تطلع معهم. بس الام كانت بتقصد: ايه منيح اجت والله جابها، هي لحتى احرمك تطلع مع اولاد ام كنان لاني مالي طايقتها. بس عبادة فهمها هيك: ايه ماما شو علي، لا تروح المدرسة، خليني لكن احبسك بالعلية مع الجردين مشان ما يضل عندك رفقات. خليك. لا ماما داخل عليكي، ليكي ها بطني ما عم يوجعني وما فيني شيء اصلا، وكنت عم كذب عليكي ولكني رايح على المدرسه، واذا بدك كمان انا وراجع من المدرسه بروح بجيب لك اغراض قد ما بدك، واذا بدك كمان بركب على كتافي جناح وبسمي حالي عبادة الصقر. ربيع قال: ماي دارلينج ماي لاف، انا مستعجل كتير كتير ولازم روح. بس ربيع بيقصد: ماي دارلينج ماي لاف، انا هلا لازم روح البيت لانه اذا تاخرت اكثر بابا بده يمسح فيني الارض. ردت ربيعة وقالت: What's happened حبيبي؟ anyway روح مثل ما بدك. بس ربيعة كانت بتقصد: What's happened يا حيوان، بدك تروح تخوني وتحكي مع السبايا، انا بورجيك. بهلول عم يحاكي حاله: انا لازم ادرس منيح مشان وقت الامتحانات ما انضغط. بس بهلول كان بيقصد: انا لازم ادرس كل درس بدرسه مشان وقت الامتحانات ما اروح لعند رفقاتي وبوس ايديهم ورجليهم وقت الامتحانات مشان ينقلوني، لك يخرب بيتهم من حالهم. رد شيطان بهلول على بهلول وقال له: هاي يا حلو، لك اليوم العاب وتسلى، بكره بتدرس، رفقاتك كلياتهم اليوم قاعدين عم يلعبوا ويتسلوا الا انت قاعد عم تدرس. اي والله الحق معك، بلا دراسة بلا بطيخ، خليني اتسلى اليوم. اه يا حنان اه يا حنان، حبيت المستقبل حبيت الدنيا من بعد، مشكور على الخيانة مشكور على الكذب اللي كذبتي عليها. كنان سأل ام عبادة عن عبادة هيك: مرحبا خالة، هون عبادة؟ بس كنان كان بيقصد: ولي هي انتي؟ بعرفك لا بتطيقيني ولا بطيقك، فالله يرضى عليكي نادي لي ابنك. بس ام عبادة فهمتها هيك: مرحبا خالة، نادي لي ابنك مشان اخده مشاوير معي واللي هي عن دراسته ومشان احرفه على طريق السوق. ردت ام عبادة وقالت: اهلين حبيبي كنان، عبادة نايم وتعبان كتير. بس ام عبادة كانت بتقصد: وجعي يخلعنيك انت وامك، ولا انت رفيق سوق وبدك تفسد لي ابني وبدك تأذيه، انقلع من هون الله لا يوفقكم، اسمعوا لا وخلي امك ترجع لي طنجرة البخار اللي عرتها اياها من 3 أشهر، الله لا يوفقكم. ربيع قال لمتابعينه: ان شاء الله تكون عجبتكم هاي الحلقه، وهلا حطوا لي 100,000 لايك واشتركوا بالقناه. بس كان بيقصد ربيع: اذا حبيتوا هاي الحلقه او ما حبيتوها بليز اشتركوا بالقناه وحطوا لي لايك لانه غيري مو احسن مني. بس المشاهد الكسول فهمها هيك: خلص اذا مشغولين حطوا لي لايك وعلى فضاوتكم اشتركوا بالقناه. بس المشاهد النشيط ويلي بيدعم يلي بحبهم فهمها هيك: دخيل ربك يا شريك، ان شاء الله ننجح سوا، انت تحط لي لايك اليوم وانا بضحككم الاسبوع الجاي فيديو جديد. باي باي. اه يا حنان اه يا حنان، حبيت المستقبل حبيت الدنيا من بعد، الحمد لله. اه
آه يا حنان آه يا حنان حبيت المستقبل حبيت الدنيا من بعد.